بعد ما عملنا الصفحة بتاعتنا ب HTML و CSS اكتشفنا ان الصفحة ستاتيك زيادة عن اللزوم. عايزين بقى نتفاعل مع اليوزر، فعايزين لغة برمجة. لغات البرمجة عموما فايدتها انها بتتعامل مع الداتا، فمهم جدا نفهم الداتا كويس جدا عشان نعرف ازاي نتعامل معاها. فعايزين نفهم الداتا تايبس، وعايزين نفهم الداتا ستراكشر والالجوريزمز. في لغات البرمجة عموما احنا بيبقى عندنا مشكلتين رئيسيين هما اللي بيعملوا لنا هس هس في دماغنا. اول مشكلة ان الابليكيشن لما بيكبر ويتعقد ممكن يكراش بسرعة. المشكلة التانية الريسورسز اللي الابليكيشن بتاعك بيبقى شغال فيها بتبقى محدودة جدا او غالية جدا. واهم ريسورسز احنا بنتعامل معاها دايما السي بي يو والميموري. فلو الابليكيشن اخد راحته بزيادة وفي ميموري ليك كتير، فده معناه انه هيستهلك كتير من الرام او من السي بي يو، وده تكلفة تشغيله بالذات لما الترافيك يكبر والابليكيشن يبدأ يكبر او البيزنس يبدأ يكبر، تكلفته بتبقى عالية جدا. فاحنا دورنا بقى ان احنا نحاول نقلل الكوست ده مع الترافيك الكبير اللي بيدخل الابليكيشن بتاعنا. في لغات البرمجة بيقسموا الداتا لمجموعة انواع، كل نوع بيتخزن في الميموري بطريقة مختلفة. فعشان كده مهم جدا ان احنا لما نتعامل مع بيانات نحاول نحطها في التايب بتاعها الصح. احنا كأكواد مش هيفرق معانا نوع الداتا، بس هيفرق قوي في حتة الميموري. فعندنا في البرمجة عموما الداتا ممكن تبقى string، ودي غالبا للداتا النصية، اي حاجة بتتكتب او بتظهر على الشاشة بتبقى string. طب عايز تعمل عمليات حسابية، فانت عايز ارقام، فعايز numbers. طبعا تعريف النمبرز او التايبس عموما ممكن يختلف شوية من لغة برمجة لغة برمجة تانية. يعني في لغات برمجة مثلا بتقسم النورمالز النمبرز دي لانتجرز وفلوتس، في لغات برمجة بتتعامل دبلز على طول، في لغات كل لغة برمجة بيبقى ليها اختلافات شوية. في نفس الوقت في لغات البرمجة بتخزن النوع نفسه بطرق مختلفة. يعني مثلا تلاقي لغة برمجة بتخزن الاعداد كبيرة جدا، في يعني النمبر بالنسبة لها بتاخد مساحة كبيرة. في لغات برمجة تانية لا، لازم تحدد له مساحة معينة، ولذلك النمبرز بتبقى متقسمة. يعني في نمبرز صغيرة، في بيج نمبرز مثلا او بيج انتجرز وهكذا. لكن انا خليني اشرح، انا مش عايز دلوقتي اتكلم كجافا سكريبت تحديدا، انا بتكلم كلغات برمجة عموما، علشان في يوم من الايام لما تنقل من جافا سكريبت وتبدأ تتعلم لغة برمجة جديدة تحس ان انت ما بتذاكرش كلام جديد، تحس اللي هو الكلام العام اللي بقوله لك اللي بينطبق على كل لغات البرمجة. بعد كده بقى واحنا بنكتب كود جافا سكريبت هنكتب بقى الحاجات بتاعة جافا سكريبت تحديدا. طيب احنا عندنا نوع كمان اسمه بوليان. بوليان ده لما يعني يا يا لا، يعني لما بتسأل حد سؤال وهيجاوب بأه او لا. فبوليان هتقول لي طب ما انا ممكن مثلا اعمل نوع يكون سترينج واخزن فيه يس او نو مثلا، او ممكن تقول لي انا ممكن اعمل نوع نمبر واخزن فيه 0 او 1، ف0 ده يعني لا و1 ده يعني اه. ده كلام مظبوط، ولكن كبرمجيا ككود هيشتغل تمام. بس كميموري بقى احنا عارفين ان السترينج والنمبر بياخدوا مساحة من الميموري اكبر بكتير من البوليان. البوليان بياخد ايه، يا دوبك خانة واحدة، الخانة دي يا فيها 1 يا فيها 0 تمام. لكن النمبرز بتاخد بقى خانات كتير، عشان النمبر ده ممكن يبقى رقم طويل مثلا 1 2 3 4 5 6. السترينج طبعا بيعمل حسابه انه بياخد ايه، مساحة كبيرة جدا من الميموري. فاحنا عرفنا ليه بنقسم الداتا تايبس، عشان كل نوع من الداتا دي بياخد مساحة معينة من الميموري، وفي نفس الوقت الكومبايلر بيتعامل معاها بطريقة مختلفة. طيب عندنا دول كده يعتبروا الثلاث انواع الاساسيين. في بقى انواع بتبقى كومباينيشن ما بينهم. يعني في نوع مثلا ليست او قائمة، يعني في زي الاري. الري بقى والحاجات اللي شبهه الاري والمابس، والمابس بقى بانواعها الويك ماب والهاش ماب والحاجات دي كلها. لسه مش هندخل طبعا في تفاصيل الكلام ده، لكن خلينا فاهمين ان الاري دي بتبقى عبارة عن مجموعة من العناصر التانية. يعني الاري دي ممكن يبقى جواها مجموعة عناصر، كل عنصر بقى يبقى اي سترينج او نمبر او بوليان او حتى اري تانية جواها. ممكن يبقى فيه اوبجكت، والاوبجكت ده بيبقى عبارة عن كي فاليو. احنا تعرضنا طبعا للكي فاليو بيرز كتير في اتش تي ام ال وفي سي اس اس. في اتش تي ام ال لو نفتكر الاتريبيوتس بتاعه التاج، يعني لما كنا بنقول ايه مثلا اتش ار اي اف او هايبر ريفرنس ايكوال كذا وندي له عنوان الموقع، فده كي فاليو. في سي اس اس طبعا البروبرتيز كنا بنكتبها على هيئه كي فاليو. لو تفتكروا كنا بنكتب مثلا كولر ريد، فده نوع من انواع الكي فاليوز. طيب احنا بقى برمجيا
بناخد الكلام ده بنخزنه على هيئة اوبجكت، تمام؟ الاوبجكت ده بيمثل كي فاليو. فلو مثلا عندنا مجموعة ناس وانت عايز تاخد بياناتهم، فكل واحد هتبدأ تقول له الاسم فلان، السن مثلا قد كده، فدي عبارة عن كي فاليو. الكي هنا عبارة عن الاسم، الفاليو فلان. الكي عبارة عن ايج، الفاليو مثلا 20 سنة. طيب الاري لو هم مجموعة ناس، فانت بتاخد المجموعة دي او البيانات دي كلها بقى بتحطها جوه اري. الاري يعني عبارة عن مجموعة من العناصر. طيب عندنا نوع كمان اسمه فانكشن، وده بقى يعتبر بداية البرمجة. يعني الفانكشن ده يعني وظيفة، يعني انت بتبلغ لغة البرمجة انها هتنفذ وظيفة معينة. فاكرين زرار اللايك في البوست اللي هو بتاع فيسبوك؟ لما كنا بندوس على اللايك كانت جافا سكريبت بتروح تنفذ مجموعة اوامر او مجموعة تعليمات، بتروح ايه، تخلي الزرار لونه ازرق، بعد كده بتروح تبعت للسيرفر ان خلي بالك في بوست اتعمل له لايك عشان يزود الكاونت بتاع اللايكس، تمام؟ فالجافا سكريبت هنا نفذت مجموعة اجراءات، يعني عملت فانكشن. الاجراءات دي احنا بنحطها جوه فانكشن. تقدر تعتبر فانكشن دي يعني اكشن معين لغه البرمجه هتبدا تنفذه. في عندنا بقى كلاس، الكلاس ده تقدر تعتبره كونتينر جواه كود معين، يعني بيبقى جواه بروبرتيز وميثودز او فانكشنز بيبقى ليهم علاقه ببعض. يعني الكلاس ده عباره عن كونتينر بنحط جواه كود او اكواد ليهم علاقه ببعض، تمام؟ طبعا في انواع تانية كتير كتير، بس دول كده ايه، حاجات أساسية ودول اللي هيمشونا دلوقتي. في لغات البرمجة في كونسبت مهم جدا هو المتغيرات. المتغيرات ده بيخلينا نتعامل مع الداتا بطريقة دايناميك، وده اللي بيدي للغة البرمجة قوتها. فمثلا لو أنا عايز أعمل أبلكيشن يبعت للناس كلها رسالة تهنئة مثلا في رأس السنة، فأنا هروح أجيب البيانات بتاعت الناس دي من الداتابيز. يبقى الداتا دي هتيجي على هيئه array of objects. ليه array وليه objects؟ array لانها مجموعه من الناس او مجموعه من البيانات، و object لان البيانات نفسها بتبقى عباره عن key value pair، يعني كل واحد ببقى كاتب الاسم فلان، السن كذا، تمام؟ فدي بتبقى array of objects. فانا جبت البيانات اللي انا عايزها وعايز ابعت رساله، عايز اقول مثلا كل سنه وانت طيب يا فلان، فتلاحظ ان فلان دي متغيره، انا مش هكتب كلمه فلان، لا انا هشيل فلان واحط مكانها اسم الشخص، يبقى كلمه فلان دي متغير، لكن كل سنه وانت طيب يا دي ثابته هتنزل مع الناس كلها. يبقى انا محتاج اتعلم الكونسبت بتاع الفاريبلز او المتغيرات. في جافا سكريبت احنا بنعرف الفاريبلز بنقول له let، وبنعرف مثلا ايه، هنقول فلان يساوي مثلا علي مثلا، يبقى انا كده عرفت متغير اسمه فلان. طب لو انا عندي تكست مثلا هقول له هلو مثلا فلان، خلاص هو فاهم ان فلان ده متغير، هيشيل فلان ويحط مكانها علي. طيب هعمل كده لكل شخص، يعني لو انا عندي بقى ايه 1000 شخص، كل شخص وانا ببعت له رسالة هقوم قايل له هلو فلان، هشيل فلان واكتب اسمه، تمام؟ في جافا سكريبت او في لغات البرمجه عموما احنا بنعرف متغيرات بطرق مختلفه. في جافا سكريبت الطريقه الافضل هي ليت، لكن في طرق تانية زي مثلا بقول فاريبل او فار اختصار فاريبل، وممكن ما اقولش حاجه تانية خالص، هنعرف الفروقات ما بينهم. وممكن استخدم كونستنت، وده لما يكون المتغير ثابت مش هيتغير. احنا في حالتنا هنا في الاكزامبل بتاعنا المتغير قيمته بتتغير، لان انا عندي اشخاص كتير جدا، كل شخص لما هاجي ابعت له الرساله هغير الكلمه فلان دي باسمه. يبقى انا عندي، احنا اتكلمنا كده في مفهومين، احنا بنتكلم دلوقتي في مفاهيم. المفهوم الاول هو الداتا تايبس، وفهمنا احنا ليه بنحتاج نتعلم الداتا تايبس، وفهمنا كمان مفهوم المتغيرات. المتغيرات دي بتخلينا نتعامل مع الداتا بشكل دايناميك. طيب تعالوا نبتدي نبرمج بقى، تعالوا نعمل ايه، ابلكيشن صغير كده نتدرب عليه. تعالوا الاول نخطط كده الابليكيشن هيمشي ازاي. خلينا نعمل الابليكيشن اللي احنا ضربناه كده كمثال، ان احنا عايزين نبعت رساله تهنئه لكل الناس بمناسبه السنه الجديده. فهنعمل ايه، هنروح الاول نعمل ريكوست للداتابيز، هنجيب الداتا بتاعتنا اللي هي هتبقى عباره عن بيانات الناس كلها. فبما انها مجموعه من الاليمنتس او مجموعه من الناس، يبقى الداتا دي هتيجي على هيئه اري. كل اري هيبقى عباره عن عنصر في المعلومات بتاعت كل شخص، فالمعلومات دي طبعا هتبقى على هيئه كي فاليو بيرز، هتبقى اوبجكت يعني array of object. طيب احنا يبقى احنا هنعرف الاول البيانات الناس، او هنروح نجيبها من الداتابيز، وبعدين هنقوم عاملين فانكشن. الفانكشن دي عشان نسند الانيفرسري بس، انا عشان نسند التهنئه هنسميها مثلا سند مسج. طبعا اسم الفانكشن انت
انت اللي بتحدده زي ما انت عايز، هنسميها سند مسج، فدي هتبقى الفانكشن اللي احنا هننفذها. طيب سند مسج دي بقى هتعمل ايه؟ هتروح تجيب البيانات دي، بما ان هي اري يبقى احنا عايزين نعمل لوب على البيانات. لوب يعني احنا بناخد عنصر عنصر من جوه الاري ننفذ عليه التاسك اللي احنا عايزين نعمله. يبقى احنا عايزين ناخد عنصر عنصر، كل عنصر بيمثل بيانات الشخص، يبقى احنا هناخد كل شخص نجيب بياناته، هناخد النيم بتاعه ونحطه ايه مكان كلمة فلان او مكان الفاريبل بتاعنا، وبعدين نبتدي نبعت له الرسالة. طب تعالوا نطبق الكلام ده برمجيا ازاي. انا عارف ان احنا لسه ما درسناش الكلام ده برمجيا، بس اتوقع ان انت ان شاء الله هتفهم الكود بسهولة. هنعمل فانكشن او هنعمل فايل، هتسميه اي اسم انت عايزه، بس هيكون اخره دوت جي اس، غالبا احنا بنسميه سكريبت دوت جي اس. جي اس طبعا اللي هي جافا سكريبت. هنبدا بقى نعرف البيانات بتاعتنا على هيئه فاريبل. احنا عايزين من كل واحد الاسم واي بيانات تانية، تمام؟ يهمنا الاسم، هو ده اللي احنا هنستخدمه في الفانكشن بتاعتنا. فاحنا هنعمل اري، الاري او هنعمل اول فاريبل هنسميه، هنقول ليت مثلا بيبول او بيرسونز او اي حاجه، ده عبارة عن array. الاري في جافا سكريبت زي ما انت شايف بتتكتب في قوسين بالشكل ده، وبعد كده بنبدأ نكتب الاليمنتس مفصولين بكوما بالطريقة دي. اللي احنا الاليمنتس بتاعتنا عبارة عن اوبجكتس، يبقى كل واحد هيبقى عبارة عن اوبجكت. هنقول نيم مثلا، يبقى انا عندي كده array فيها مجموعة من، طبعا البيانات دي ممكن يبقى فيها حاجات تانية، يعني ممكن يبقى فيها age مثلا 20، ممكن يبقى فيها gender مثلا، اي بيانات تانية، بس احنا اللي يهمنا دلوقتي الاسم، تمام؟ فاحنا كده عملنا ايه؟ عرفنا array of objects، كل object بيمثل شخص او بيمثل بيانات شخص، وعشان هما مجموعة حطيتهم جوه array. الاوبجكت اللي هي كي فاليو بير زي ما احنا شايفين بتبقى عبارة عن القوسين المعوقين دول، وبعد كده بحط الكي فاليو مفصولين بنقطتين. السترنج عموما احنا بنحطهم ما بين الاقواس دي، اللي هي سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن، يعني ممكن احطها بالشكل ده مثلا، نسميه ايه، عمر مثلا، تمام؟ يبقى ينفع نحط السترنج جوه السنجل كوتيشن او دبل كوتيشن، لكن لو تلاحظ ان الارقام ما بنحطهاش جوه الكوتيشن دي، لان لو حطيتها كده ده هتعامل معاه كانه سترينج بالظبط، تمام؟ مش هينفع ادخله في عمليات حسابيه. فكده احنا عرفنا فاريبل، قلنا بنعرف الفاريبلز في جافا سكريبت ازاي؟ عن طريق كي وورد اسمها let، بعد كده بديله اسم الفاريبل، انا بسمي الفاريبل باي اسم يعجبني، وبعد كده ممكن اساين فاليو للفاريبل، يعني ممكن اعرف فاريبل بس وممكن اديله فاليو. لو انا هاساين فاليو فبقول له ايكوال، يعني الفاريبل ده قيمته بتساوي، هنا الفاريبل من نوع اري عشان هي مجموعه من العناصر، كل عنصر عباره عن بيانات الناس، البيانات دي بكتبها على هيئه اوبجكت، يبقى بحطها ما بين القوسين دول، وبعد كده كي فاليو بير. كده انا بقى عندي ايه؟ بيانات الناس. طيب انا عايز دلوقتي اعمل لوب على البيانات دي، يعني هدخل على شخص شخص ابدا انفذ عليه الفانكشن بتاعتنا. فبنعمل اللوب ازاي؟ في طرق كتير بقى ان احنا نعمل لوب، ولكن انا هقول الطريقه اللي هي تعتبر ستاندرد شويه في كذا لغه برمجه. بص بقى ركز معايا بالراحة، احنا بنستخدم حاجة اسمها فور لوب، دي أحد الطرق اللي بعمل بيها لوب على الأري بتاعتنا. يعني ايه لوب؟ يعني بدخل على عنصر عنصر ببدأ أنفذ عليه الفانكشن اللي أنا عايز أعملها، إن أنا أسند المسج بتاعتي، تمام؟ بعرف رقم كده ده اسمه الإندكس بتاعي. الأري دي بتبقى عبارة عن إندكسز أو فهارس، يعني زي رقم الفهرس كده أو رقم الصفحة تعتبر، يعني رقم العنصر، يعني ده أول عنصر، ده تاني عنصر، ده تالت عنصر، ده رابع عنصر، ده كده الاندكس. في لغات البرمجة احنا بنبتدي نعد دايما من الرقم 0 مش من الرقم 1، يعني اول عنصر ده اسمه او الاندكس بتاعه 0،
اللي بعده بيبقى الاندكس بتاعه 1، اللي بعده الاندكس بتاعه 2. يعني ده العنصر رقم كام؟ تعالى نعد كده، 0 1 2 3، يبقى ده العنصر رقم 3 مش رقم 4. لو انت عندك فضول تعرف السبب، فاحنا غالبا الاندكس ده بيبقى معناه الاوفست من العنصر يعني للزيرو بتاع الميموري او الخانه بتاعت الميموري. فاول عنصر ده بيبقى محطوط في اول خانه في الميموري، يعني واخد اوفست، مفيش اوفست، يعني هو محطوط في اول خانه على طول. طب العنصر اللي بعده يعني كانك قلت اول خانه زائد واحد، تمام؟ فعشان كده احنا ايه بنسميها بالطريقه دي. فدايما المسميات عندنا في البرمجه اول عنصر بيبقى رقم زيرو، وبعد كده العنصر اللي بعده بيبقى رقم واحد، وهكذا. يعني انا لو عايز اجيب العنصر ده فبقول عليه العنصر الثاني، او العنصر سوري اللي رقمه اتنين، او الاندكس بتاعه اتنين. طب العنصر ده الاندكس بتاعه زيرو اللي هو اول واحد. فانا هنا عرفت فاريبل بيمثل لي رقم الاندكس بتاع العنصر اللي جوه الاري، يعني كاني بقول له لكل اندكس، تمام، هبتدي الاول من زيرو، وبعدين هقف عند لما او ده كونديشن كده، يعني طول ما هو valid هيفضل اللوب شغال. الكونديشن ده بيقول ايه؟ طول ما الاندكس اقل من اللينث بتاع الاري اللي اسمها بيبول. اللينث ده يعني عدد العناصر، في كام عنصر في الاري دي؟ تعال نشوف، في واحد اتنين تلاته اربع اشخاص، تمام. يبقى انا هعمل اللوب ده كام مره؟ اربع مرات. يبقى طول ما الاي ده اقل من اللينث بتاع البيبول، وبعد كده عندي الانكريمنتال، تمام. يبقى انا عندي الفور دي بتاخد ثلاث حاجات بفصل ما بينهم بالسيمي كولون دي، زي ما انت شايف السيمي كولون. اول جزء ده بعرف فيه الاندكس بتاعي، سميه اي اسم انت عايزه، انا بديله مثلا اي ده اختصار اندكس، وبديله القيمه المبدئيه اللي هو زيرو، يعني اول اندكس هيبقى رقمه زيرو. انا ليه استخدمت هنا زيرو؟ عشان يبقى متوافق مع ارقام الاندكس اللي هي بتاعت الاري فعليا. لكن انت طبعا تقدر تبتدي من اي رقم انت عايزه، بس المهم ان انت هتلفف اللوب بتاعتك بعدد الاليمنتس بتاعت الاري، تمام. بعد كده الجزء الثاني هو الكونديشن، فانا بقول له طول ما الاي اقل من البيبول دوت لينث. بيبول دوت لينث ده يعني اللينث او عدد العناصر بتاعت الاري، حاجه كده في جافا سكريبت. احنا لو عندنا اري باي اسم، تمام، مثلا array اسمها people، احنا بيبقى عندنا methods نقدر ننفذها على ال array، زي ما انت شايف كده في الاقتراحات اللي طلع لي، في مثلا concat، في copy within، في entries، في every، في fill، في كل دي methods اقدر انفذها على ال array، تمام. methods و properties طبعا، في واحده من ال properties دي اسمها length، ده بيدي لك عدد العناصر. يعني انا لو جيت قلت له هنا console log، بنستخدم الكونسول دوت لوج ده عشان يكتب لي اي فاليو انا عايزها. يعني انا لو جيت قلت له اكتب لي لوج، اكتب لي كلمه اوكي، تمام، فلما اجي ارن الفايل ده هتلاقيه كتب لي كلمه اوكي. طب انا عايزه يكتب لي عدد عناصر الاري، فهقول له اكتب لي بقى البيبل دوت لينز، هتبص تلاقي كتبهم لك اربعه عشان هم اربع عناصر، تمام. لو الموضوع يعني صعب شوية عليك، لو انت اول مرة تحتك بالبرمجة عموما، ما تقلقش، المهم ان انت فاهم على الاقل ترتيب الكلام، تمام. احنا اتفاهم ان احنا عرفنا دلوقتي variable عبارة عن array، كل عنصر من عناصر الاري بيمثل بيانات بتاعت شخص. بعد كده احنا عملنا بنلوب على الاري دي، يعني بندخل على عنصر عنصر عشان هننفذ عليه حاجة، تمام. الحتة اللي انت تلاقي نفسك مش فاهمها قوي طنشها دلوقتي، هناخد بص ابلكيشنز كتير جدا لما الموضوع بالنسبه لك هيبقى سهل جدا. عملنا فور لوب، احنا كده دخلنا جوه هنا، بقول له بص يا معلم اتعامل مع كل عنصر من عناصر الاري. يبقى انا عايز لما عايز القط عنصر معين، بص هقول له let person equal people of i. يعني ايه الكلام ده بالراحه كده؟ مبدئيا هنا بيبول دي اري، فانا لما بحب ادخل على عنصر معين بدخل بالطريقه دي، بديله القوسين دول وبديله رقم الاندكس. يبقى انا لو عايز ادخل على اول عنصر، لو عايز اجيب اول عنصر، بص هقول له بيبول، شيل بقى اللينس دي، بقول له بيبول، واقوم فاتح القوسين دول واقول له هات لي العنصر رقم زيرو. احنا قلنا ان اول عنصر بيبقى رقم زيرو، تعالى كده نشوف، هتلاقي جاب لي نيم احمد. طب عايز اللي بعده، هقول له هات لي العنصر رقم واحد، اللي بعده رقم اتنين، اللي بعده ده اللي هو علي ده رقم تلاتة. تعال نشوف كده رقم تلاتة هيرجع لي ايه. قلت له هات لي العنصر رقم تلاتة من الاري اللي اسمها بيبول، تمام. نعمل كده، تبص تلاقي جاب لي ايه علي.
طيب انا هنا عشان انا بعمل لوب، فانا مخزن الاندكس ده في فاريبل، فبقول له مع كل لوب هات لي العنصر رقم الاندكس ده، وبعدين بخزنه في فاريبل عشان اقدر اتعامل معاه. وبعدين هعمل هنا فانكشن هسميها سند مسج. سند مسج دي بتاخد البيرسون بترجع لك المسج المفروض هتتبعت. ندي بص كده، احنا بنعرف الفانكشن ازاي؟ كل حاجه في جافا سكريبت بنعرفها ان احنا بنكتب اسمها، انا بنعرف فانكشن فهكتب فانكشن، وبعد كده بديله اسم للفانكشن اي اسم انت عايزه. انا مسميها سند مسج، انا عارف ان سند مسج دي هتعمل شويه اجراءات معينه. فاكرين الفانكشن بتاعت زرار اللايك؟ انا هعمل فانكشن مثلا هسميها لايك مثلا، يبقى اول ما هتدوس هتبدا تنفذ الحاجات اللي جواها. الفانكشن دي ممكن تاخد شويه بارامترز او تقدر تعتبرها فاريبلز. الفاريبلز دي بتستخدم جوه الفانكشن عشان تستخدم يعني جوه الفانكشن. تعال ناخد مثلا مثال بسيط، هنعمل فانكشن اسمها سميشن. الفانكشن دي بتجمع رقمين، يعني بتاخد الرقم الاول والرقم الثاني بتريتر مجموعهم اكس زائد واي. دي فانكشن، يبقى فانكشن دي لما احب اجمع اي رقمين بقوم مديله او بمرر له الرقمين اللي انا عايزهم بالطريقه دي. يعني بقول له اعمل لي بقى سميشن لواحد واثنين، تمام؟ دي كده الكول بقى بتاع الفانكشن. فبيعمل ايه؟ بيروح يشوف تعريف الفانكشن عند كلمه فانكشن سميشن، بيشوف بياخد البارامترز بتاعتي اللي هي واحد واثنين، بيبدا ينفذ جوه هنا بيعمل ايه؟ بريترن مجموع الرقمين دول. يبقى الفانكشن دي بتاخد انبوت بترجع لك اوتبوت. بتاخد انبوت ازاي؟ عن طريق البارامترز دي، بترجع لك اوتبوت عن طريق الريترن كي وورد. فانا عندي هنا فانكشن اسمها بيرسون، انا مش هعمل اي حاجه خالص ان انا هلوج البيرسون بتاعنا او هلوج البيرسون نيم، او خلينا نلوج البيرسون دلوقتي عشان نشوف احنا هنعمل ايه. هبدا بقى هدخل فوق، انا بقول له لكل بيرسون هتسند مسج. تعالوا نشوف كده لما ننفذ الكلام ده هيتنفذ ازاي. احنا كاتبين كلمة بيرسون غلط. هتبص تلاقيه لكل واحد يا دوبك عمل لوج للاسم بتاعه. طب تعالى في سند مسج بقى، احنا اللي احنا عايزينه بقى ايه؟ اللي احنا عايزينه ان احنا نبعت رسالة. فهنعرف رسالة، هنعرف variable، كل حاجة عايز تعملها عرفها في variable. بص بقى يا معلم، انا عايز اقول له happy new year، كل ده ستاتيك، فانا كاتبه ايه ما بين سنجل كوتيشن عادي زيه زي اي string. طيب عايز بقى اعمل variable هيبقى اسم الشخص، يبقى انا لكل بيرسون هجيب النيم بتاعه. بالراحه كده هتلاقي البيرسون ده اللي هو بالنسبه لي اوبجكت زي ما احنا شايفين كده كي فاليو بيرز، فبقول له اوبجكت دوت وبعدين الكي بيجيب لي الفاليو. يعني انا قلت له البيرسون ده اللي هو مثلا نيم احمد، فقلت له هات لي النيم بتاع احمد، تمام؟ هات لي النيم بتاع البيرسون ده، فهيقول لي احمد. هات لي النيم بتاع البيرسون اللي بعده هيقول لي محمد. فانا هكونسول لوك بقى المره دي المسج. هتبص تلاقي لكل واحد عمل ايه بقى؟ عمل هابي نيو يير احمد. لما نبص على اول شخص ان اسمه احمد، هابي نيو يير احمد، هابي نيو يير الشخص اللي بعده محمد. طيب بالراحه كده احنا عملنا ايه؟ احنا هنشرح الاول نظري وبعد كده عملي. نظري احنا عندنا الداتا خلاص فهمنا بتتجاب ازاي، عباره عن array of persons، كل person عباره عن object، تمام؟ هنعمل لوب، يعني هندخل على واحد واحد هنحاول نسند مسج. سند المسج دي هي فايدتها انها بتكون المسج بتاعي. طيب انا بدخل على كل واحد بقول له هابي نيو يير، وبعد كده بدخل اجيب اسمه بقول له النيم بقى، النيم بتاعه. يبقى النيم بتاع اول عنصر اسمه احمد، النيم بتاع العنصر اللي بعده اسمه محمد. طب هننفذ الكلام ده ازاي؟ هعمل فور لوب. الفور بيبقى عبارة عن 3 أجزاء بفصل ما بينهم بسيمي كولون. الجزء الأولاني بعرف الإندكس، بقول له let index سميه أي اسم أنت عايزه equal 0. بعد كده العنصر الثاني هو الكونديشن، بقول له I أقل من الاسم الأري بتاعي اللي هو people.length. بعد كده الجزء الثالث هو الإنكريمنشال، بقول له إيه كل مرة زود لي واحد. I بلس بلس دي كأنها بالظبط كأنها يعني مثلا لو أنا عندي مثلا قلت له let number مثلا او let i، خلينا let i بيساوي 0، تمام؟ لو قلت له i بلس بلس معناها كاني قلت له i بلس 1، ف
فبقت اي كده بواحد. طب لو قلت له اي بلس بلس تاني بقت باتنين، اي بلس بلس تاني بقت بتلاتة. دي كده ايه، بتبقى حاجة مختصرة لان احنا بنحتاج كلمة بلس 1 دي كتير، فبنختصرها كده بنسميها بلس بلس. تمام، جواها بقى عرفت متغير اسمه بيرسون. البيرسون ده بجيبه من الاري عن طريق الاندكس بتاعه. يبقى انا كل مره في كل لفه في اللوب ده بيديني رقم الاندكس، بيبقى 0 بعد كده 1 بعد كده 2 بعد كده 3 بعد كده 4 وبيقف عند كده عشان ده البيبل دوت لينث. تمام، بعد كده انا عرفت فاريبل اسمه بيرسون، بتوقع ان في كل مره بيبقى واخد element من دول. بعد كده بنفذ سند مسج، بديله البيرسون بيديني المسج. تعالى نشوف، بديله البيرسون هنا المفروض ان هو بيلوج المسج. طب المسج ده عباره عن ايه؟ بيكتب هابي نيو يير، وبعد كده عايز اسم البيرسون، يبقى بقول له البيرسون دوت نيم.